صحيح. خلينا نشوف التقرير التالي يتحدث عن الثقة اللي استعادتها الجماهير بتعادل المنتخب السعودي. نتابع. ماذا يمكن أن نطلق على مواجهة السعودية بالأرجنتين؟ ما هو الوصف المناسب الذي يستحق أن نصف به الأخضر؟ هل كان متوقعا أن يقدم نجومنا ذلك المستوى الذي شاهدناه مساء الإربعاء؟ أين كان ذلك الأداء خلال فترات سابقة؟ هل كنا بحاجة لعدد من الصعقات الكهربائية حتى تعود لنا الثقة؟ وهل عادت فعلا؟ أسئلة كثيرة يمكن أن تطرح، وإجابات أكثر يمكن سردها تواليا لتبرير ما حدث في موقعة الأرجنتين. المهم هو أن يستمر الهولندي ريكارد في قناعاته الحالية، ويثق بقدرة من اختارهم للمرحلة القادمة. الوطن كله وقف ليصفق لأداء الصقور، الجميع رفع رأسه بفخر ليعلن إعجابه بالمستوى المبهر الذي كان عليه المنتخب السعودي. بداية موفقة مع نهاية عام هجري قاس على الكرة السعودية. المهم الذي يجب أن نحافظ عليه هو تلك المكتسبات التي خرجنا بها من هذا اللقاء التاريخي. كان أداؤنا متوازنا، لم ندافع لضعف ولم نتكئ على ذلك الحضور الكبير الذي ملأ المدرجات، بل كانت الثقة في النفس أحد أهم أسباب التفوق. حضر جميع النجوم، لم يتميز أحد عن غيره، كان الكل يلعب باسم الوطن، لذا غابت الانهزامية وتوارت خلفها كل معاني الانكسار. فالصقر الأخضر حلق بعنفوان المتعافي من ألم، وزاد في ذلك كتابته لأول السطور في رائعة جديدة وأنشودة أمل تنتظر صوتا عذبا يتغنى بها. ومع هذا الأمل تبقى التحية معطرة برائحة الوطن لنجوم الوطن على ما تم عرضه في الدرة أمام عمالقة التانجو. طلبت تعلق، نخليك تعلق يا كابتن. طبعا يمكن التقرير ذكر بأن هل نحتاج إلى صدمات وحتى يستعيد الفريق الأخضر توازنه. أنا في رأيي الشخصي هل المباراة هذه يمكن مباراة الكونغو الأخيرة في العشر دقائق اللي ريكارد زج فيها بوجوه شابة مثل سلمان، مثل ربيع سفياني، مثل فهد المولد، مثل نواف العابد، وانقلبت النتيجة من 2-0 إلى 3-2. شوف العشر دقائق الأخيرة أعطت تصور، أغيرت فكر ريكاردو قناعاته بأن إذا اختار الأسماء لن يفيدونه، إذا اختار من يبحث عن تقديم نفسه. ولذلك هالمباراة لا أحد يقول لي أن العملية يعني هي تطور من مباراة إسبانيا ومن مباراة الكوم، لا، هي الآن وصلنا إلى تشكيلة كان الكل يطالب بأن من يكون الأفضل هو من يلعب في كل منتخبات العالم، بالذات يعني نشوف مثلا منتخبات زي إنجلترا مثلا. تلقى مدرب المنتخب يستبعد أسماء ويضم أسماء بناء على الفترة اللي خلنا نقول من آخر استحقاق إلين أول استحقاق قادم، يأخذ المميزين في هالفترة وبس، الأفضل ما يعني لا مين اللي قبل كان كويس ومن الاسم المهم. عشان كده تلقى دائما إشارة القيادة في المنتخب الإنجليزي مثلا تتغير وتطلع في الأخبار وتم التغيير. المنتخب الإنجليزي أنا أعتقد يعني منتخب ما عنده نتائج إيجابية مع احترام، لا هو يعني كمثال أعطى، ولكن كمثال يعني نجي المنتخبات مثل إيطاليا مثل ألمانيا، المنتخبات اللي تحقق نتائج إيجابية إسبانيا هولندا. لا اسمعك الدكتور حافظ بس، لا إنجلترا مع احترامي منتخب بلا تاريخ، يعني منتخب كرة قدم دوري إنجليزي ممتاز لكن منتخب بلا تاريخ، يعني كاس عالم واحدة وهدف مشكوك. أقرب مثال أبو يا ساتر أبو جد يعصب عليك من جد حافظ، أقرب مثال لو أخذنا بالأسماء كان نايف هزازي مثلا على حساب فهد المولد اللي قدم مباراة كبيرة، كان ممكن
ياسر على حساب ناصر الشمراني، كان شاهدنا أحمد عطيف أو تيشير الجاسم على حساب سلمان الفرج أو نواف العابد، كان ما شاهدنا معتز مع سعود كريري، كان ما شاهدنا سلطان البيشي، ولذلك الأسماء منصور الحربي كذلك. منصور الحربي أضف على ذلك تغيرت قناعة ريكارد بالأسلوب اللي هو 4-3-3 وبدأ يلعب بواقعية اللي هي تتناسب مع إمكانيات اللاعب السعودي 4-4-2، أصبح يزج فهد المولد ولا يخاف، أصبح مصطفى بصاص ولا يخشى، ربيع السفياني، وأنا متأكد الأيام القادمة لأن هذا الآن أعطته القناعة في أن الأسماء دائما هي من خلال العطاء. بعدين بوجود عندي أنا يعني ملاحظة أنه ريكارد الآن ما له مع المنتخب السعودي ل 14 شهر فقط سنة يعني ونص. من تم التعاقد معه، والإضافة ما له العشر مباريات رسمية، يعني 10 مباريات رسمية ومباراتين ودية خلنا نقول استحقاق قوي يعني مع إسبانيا ومع الأرجنتين، فبالتالي ما يجب أن نقيمه من عدد مباريات قليل جدا، وخاصة أنه البعض تحدث عن تغيير أسماء وتغيير أسماء، ربما أنه بيستقر في التشكيل بوجود هالأسماء الشابة اللي معظمها خلنا نقول شابة، وبعدين نشوف النتائج إن شاء الله من كأس الخليج وطالع وتصفيات كأس آسيا اللي في يناير. طيب خلينا نشوف الصحافة العالمية إيش قالت على مباراة المنتخب السعودي. إحنا جبنا الصحافة العالمية وإيش قالت على استقبالنا للمنتخب الأرجنتيني. خلينا نشوف الصحافة. كانوا مبهورين. خلينا نشوف الصحافة العالمية إيش قالت على أداء المنتخب. كويس إنهم مبهرين. نعم مبهرين جدا. ميسي يغادر السعودية دون أن يسجل، عبارة وضعها موقع السوكر العالمي لكرة القدم على واجهته الأمامية صباح اليوم للحديث عن موقعة الأخضر السعودي أمام نظيره الأرجنتيني، حيث تناول الجوانب الفنية للقاء وأشاد بمستوى المنتخب السعودي قبل أن يضيف لقطات لعدد من الجمل التكتيكية والمهارية الخاصة للاعبي المنتخب السعودي. أثناء جولتنا حول المواقع العالمية توقفنا في موقع سكاي سبورت الذي صدر تقاريره بعنوان بارز جاء فيه: الأمريكيون الجنوبيين لم يكونوا في أفضل حالاتهم وكادوا يخسرون في الأراضي السعودية. موقع جول الرياضي تناول تفاصيل أخرى، حيث تضمنت تقاريره وصفا لحال لاعبي المنتخب الأرجنتيني عندما جاء في صدوره: الأسى كان باديا على وجوه لاعبي المنتخب الأرجنتيني الذين توقعوا أن يحسموا المباراة بسهولة، إلا أن هذا لم يحدث. وجانب آخر تطرق له موقع جول الرياضي عندما أشار إلى أن مدير استاد الملك فهد الدولي يطالب بشكوى المنتخب الأرجنتيني الذي لم يتعاون مع الإعلام في مخالفة صريحة لنظام الفيفا. أما صحافة أمريكا الجنوبية فقد اتفق الجميع على أن المنتخب السعودي لم يكن سهلا، وأن لاعبيه كانوا ندا قويا لميسي ورفاقه وكانوا قريبين من التسجيل في أكثر من فرصة. توقفت رحلة بحثنا في محطة موقع سبورت العالمي الذي أكد أن الخبرة وقفت ضد تسجيل المنتخب السعودي في شباك منتخب الملايين، وأشار الموقع أن قيمة المنتخب الأرجنتيني تفوق نظيره السعودي بثلاثة أضعاف. لبرنامج كورة حسن الجهني. سلمان، موضوع الصحافة نحولها عليك. والله أنا أشوف أنه يعني وضع منطقي وطبيعي أنه المنتخب السعودي يعني تصنيفه فوق 100 يتعادل مع منتخب تصنيفه الثالث على العالم، أكيد أنه كل الصحافة بتكون يعني منبهرة جدا وش اللي حصل، خاصة أن ميسي الآن قاعد يبحث عن رقم قياسي تاريخي في كرة القدم، وكان يعني حتى ينهي عام 2012 تبقى له 10 أهداف حتى يحطم الرقم القياسي، وكان باقي له 11 مباراة قبل مباراة السعودية لأن تقلص عليه العدد، خاصة أنه ربما يعتبر المباراة السعودية من المباريات السهلة قبل المباراة، وهذا ربما كان حتى سبب غضبه بعد المباراة، حتى يقول لك أول العناوين اللي قرأناها أنه ميسي يغادر السعودية دون أن يسجل، لأنه كان منتظر أنه يسجل 3-4 أهداف حتى عشان كده كمل المباراة أمس للنهاية، لأنه كده أتوقعت أنه بيلعب 10 دقائق ويطلع. لا لا لا، هو لا بد انه يلعب حتى ميسي، يعني انا اعتقد انه ما هو ملك المدرب بقدر ما هو ملك الشركات اللي تتعاقد مع ملك العقد
نعم الأرجنتين وبرشلونة. نتذكر غوارديولا في إحدى رحلاتهم في مباريات ودية كان عنده إصابة بسيطة ميسي وأجبر على أنه يشركه أكثر من 60 دقيقة أعتقد واحدة من المباريات، لأنه بعض الأحيان تكون فيها عقود والتزامات مالية في حال أنه لم يلعب ميسي. طيب فاصل قصير بعد فاصل نعود لمواصلة الحديث في البرنامج ونشوف نايف العنزي شو يقولنا عن أداء المنتخب السعودي وهل كان يستحق كل هذا التفاؤل. أذكر فقط المشاهدين بأن نريد أن نعرف رأيكم حول من ترونه يستحق أن يكون رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم سواء خادم عمر أو أحمد عيد من الآن حتى حلقة الغد عشان نعلن نتيجة تصويت الجمهور لأول 24 ساعة. فاصل ثم نعود. نايف العنزي يكشف أسرار مخطط ريكاردي أمام الأرجنتين.